اللقاء الأخير وأحلى لقاء، لأنه راح يكون لقاء وجه لوجه. يعني راح نلتقي إذا كان 7 لقاءات عن طريق الزوم عن طريق الإنترنت، باللقاء الأخير راح نلتقي كلياتنا مع بعض في لقاء كامل يوم كامل، اللي عن طريق هذا اللقاء راح نطبق شغلات اللي هي عملية ونحولها لجزء من حياتنا. راح نتعلم تقنيات معينة اللي ممكن تساعدنا، وراح نتعلم كمان كيف نتعامل واحد مع الثاني بشكل اللي بيفتح قدامنا أفق جديدة، وبيفتح قدامنا طرق اللي بتخلينا نكون ماشيين في الطريق اللي بتعطينا سعادة. وفي النهاية يعني هذا اللقاء راح يفتح كمان قنوات جديدة للأشخاص اللي بحسوا إنه هذا الإشي ممكن يكون جزء من حياتهم، جزء من المصيرهم، إنه يتحولوا كمان هن لمعالجين، يتعلموا الطريقة حتى يساعدوا غيرهن ممكن يكملوا هذا المشوار ويتحولوا لمعالجين بإذن الله. باللقاء الأخير هو فريد من نوعه، حسيناه وعشناه بلقاءات اللي كانت في إسطنبول وكانت في عمان، وشفنا كيف عمليا بيكون في لقاء أشخاص اللي جايين من كل الدول العربية بيلتقوا في محل واحد، لقاء خاص من نوعه اللي فيه الجو الخاص اللي بيفتح القلب وبيفتح الروح وبخلي الأشخاص يكون في بيناتهم تفاعل وبيكون في صداقة. يعني تحولت للقاء عمليا اجتماعي مهم جدا، ولتطور علاقات شخصية مهمة جدا، وتصير في مجموعات اجتماعية اللي بتكمل وجودها حتى بعد ما الكورسات بتنتهي.